مرحبا بكم معنا في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو إشعارات اللايفات اللي بنعملها مرة كل أسبوع أو مرة كل 15 يوم إن شاء الله، للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا، وزي ما تعودنا مع المشتركين القدامى اللي كانوا معنا في القناة التي سرقت منا والتي كان فيها أكثر من 21 ألف مشترك، النهاردة حلت بطلب المشتركين الأعزاء في عمل فيديو لطرح السؤال لماذا للمنفصلين، لطرح السؤال الآتي: لماذا الطرف الثاني لا يعني لا يظهر نفسه أو لا يعمل خطوة من ناحيتكم في حالة الانفصال اللي انتم فيها دلوقتي؟ حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسم الشريك: قاف سين عين تاء نون خاء ضاد غين ضاد كاختيار أول، أو اختيار الوردة الوردية دي، أو اختيار كروت فاندوسيا في الكيبر. الاختيار الثاني الوردة الزرقاء أو كروت تارو دو مارساي، أو أول حرف من اسم الشريك: ياء ساء ميم باء دال كاف واو راء وفاء وحاء. أعتذر على رداءة صوتي لأني مريضة شوية، يعني تأثرت من عملية نزع السحر، والمشتركين القدامى يعرفوا ذلك. يعني أنا بقول ده للناس اللي أول مرة بيشوفوا الفيديو بتاعنا، فأنا كمان أقوم بعمليات نزع السحر، كل أنواع السحر بما فيهم السحر الأسود، ربنا يعيننا إن شاء الله. الاختيار الثالث الورقة البيضاء دي، عفوا الوردة البيضاء دي، أو كروت مادموزيل لونورمان، أو أول حرف من اسم الشريك: هاء ألف صاد زاد طا جيم دال شين ولام. هنحط الاختيارين الآخرين على حدة ونبدأ مع أصحاب الاختيار الأول اللي اختاروا الوردة الوردية دي، نحطها هنا، أو اللي اختاروا بالحروف أو اللي اختاروا بالكروت، يعني ثلاث طرق للاختيار. هنشوف أولا الطاقة العامة بتاعت العلاقة بتاعتكم، هنشوف يعني توقعات لثلاث أشهر القادمة: فبراير مارس وأبريل، يعني الشهر الثاني الثالث والرابع. احتمالات الرجوع، أو يعني إيه هما الأسباب الحقيقية لعدم قرار الطرف الثاني على أنه يرجع أو يعمل خطوة من ناحيتكم. طاقة العلاقة بتاعتكم حاليا وانتم منفصلين، زي ما نشوف في الشاشة، في الشاشة كده، يعني في الكروت هنا، كنتم في علاقة توأم روح أو توأم شعلة. غالبا البعض منكم مطلق أو في صدد الطلاق وعندكم أولاد ما بينكم، يا إما طفل يا إما طفلة في سن صغير جدا، ربما يعني سنة 8 شهور 9 شهور أو كحد أقصى 5 سنين، يعني للبعض منكم بالطبع، لأن دي قراءة عامة. وانتم دلوقتي في حالة انتظار، سواء كنت رجل بتتفرج على الفيديو أو امرأة بتتفرج على الفيديو، انتم دلوقتي في عملية انتظار واسترجاع أفكار يعني وذكريات الماضي لما كنتم مع بعض. يعني بتتسألوا ازاي يعني قدرتوا انكم تنفصلوا رغم كل الحب اللي جمعكم من قبل. دي هي الطاقة العلاقة بتاعتكم، يعني في حاجات مبهمة عاوزين تعرفوها. ديك طاقة عامة. هنشوف دلوقتي كأول سؤال بنطرحه، ايه هي افكاره، ايه هي افكار الطرف الثاني من ناحيتكم، افكار الطرف الثاني من ناحيتكم. شوفوا يعني الكروت بتشرح نفسها بدون ما اتكلم، يعني شايفين يعني 2021 والكارت الاول برقم 21 السنة اللي احنا فيها دلوقتي، يعني بعد ما كان فيه علاقة ما بينكم، زي ما قلت لكم غالبا معظمكم متزوجين، يا اما اتطلقتم يا اما انتم منفصلين في طريق الطلاق.
فهو دلوقتي بيفكر فيكم، بيفكر على الدفء العائلي اللي كنتم فيه. زي ما نشوف البيت هنا، يعني الصالون وصورة الست هنا، يعني والست الأخرى هنا، يعني كان فيها دفء عائلي وحياة مستقرة، وحصل الانفصال ده اللي هو كافي كارت الشانجمون، يعني الشانج يعني التغيير، حصل تغيير طارئ أدى إلى فقدان بوفرتي، يعني الفقر، فقدان الحاجة العزيزة اللي كان يعني عايش فيها. حاسس يعني هو دلوقتي لما بيفكر فيكم، تفكيره من ناحيتكم يعني هو حاسس انه فقد حاجة غالية جديدة يعني جدا على قلبه وعلى حياته، خسر كل حاجة، حاسس كده، حاسس انه يعني خسر كل حاجة، وخاصة يعني الطاقة اللي هنا، طاقة الأفكار بتاعه طاقة ترابية. برج الثور وبرج العذراء. طب دلوقتي هنشوف ايه، ازاي بيشوفكم دلوقتي، ازاي شايفكم دلوقتي بعد ما حاسس انكم كنتم حاجة غالية عنده وخسرها بعد الانفصال ده. سبحان الله، وزي ما قلت لكم الكارت الاول جاء بكارت الفاميلي، فاميلي روم، يعني بيت العيلة، ورقم 21 السنة اللي احنا فيها دلوقتي. عفوا، ازاي شايفكم دلوقتي؟ زي ما قلت لكم هنا هو شايفكم انكم كنتم توأم روح او توأم شعلة، كنتم في علاقة جميلة، كنتم في علاقة مستقرة. البعض منكم هو يا اما متزوج يا اما وعدكم بالجواز بس انسحب، ويعني ودالكم انه سبب الانسحاب بتاعه هو الأسرة أو العيلة أو يعني الوالدين ما قبلوش، أو الطرف الثالث اللي عنده ما قبلش. يعني زي ما نشوف هنا كارت يعني 20، رقم بتاعه 20، وإحنا دلوقتي في 21، يعني جات الكروت متتالية ومتسلسلة. إزاي يعني قلنا، ازاي شايفكم دلوقتي؟ شايفكم يعني نبع الحنان، شايفكم الحاجه الغاليه اللي فقدها بعد الانفصال زي ما قلنا، شايفكم يعني بنفس النظره، تفكيره ونظرته ليكم بنفس نفس نفس يعني نفس الحاجه. بيتذكر الايام الاولى اللي كنتم فيها كويسين، بيتذكر الكلام اللي يعني عاوز، كانه يعني فقد رنه الصوت بتاعكم، مشتاق لرنين الصوت بتاعكم لما كنتم بتتكلموا معاه. في حاجات يعني الطرف التاني ده بيحبها فيكم، فهو مفتقدها دلوقتي وعاوز وعنده حنين ليها. الحاجات دي ربما يعني طريقة الضحكة بتاعتك أو الابتسامة بتاعتك، ربما نظرتك أنت اللي بتتفرج الفيديو، نظرتك ليها أو الكلام اللي كنت بتقوله لها أو أنت الكلام اللي كان بيقوله لك، يعني فيه اشتياق وحنين كبير جدا للأيام الأولى اللي كنتم عايشين فيها مع بعض. طب علي العالم، ايه هي حالته النفسية دلوقتي؟ ايه هي حالته النفسية دلوقتي؟ كارت المحكمة، قلت لكم يعني الكروت جاية متسلسلة. بعد الانفصال أدرك الغلطة الكبيرة اللي ارتكبها على إنه انسحب من العلاقة، وهو دلوقتي أسير نفسه، حالته النفسية إنه هو أسير الأخطاء بتاعه. زي ما نقول إحنا هو حكم على نفسه بالسجن لما أخرج من حياتكم، أو أخرجكم من حياته. زي ما شفنا هنا كارت البوفرتي، يعني الفقر، يعني حاسس نفسه هو سبب كل اللي حصل، بس هو بيفكر دلوقتي يعني حالته النفسية مش كويسة. زي ما نشوف هنا الإنسان المسجون، بس هو دلوقتي زي ما نقول إحنا عارف غلطته في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كمان بيفكر إيه اللي لازم يقدر يعمله، مش لاقي مخرج. زي ما نعرف احنا، شايف انه الكارما رجعت عليه، المحكمة
جوديكاسيون يعني المحكمة زي ما نشوف الصورة هنا. فهو دلوقتي حكم على نفسه بالإعدام لأنه يعني ما عرفش إزاي يحتفظ بيكم في حياته، ودلوقتي يعني طال عليه الوقت بالتفكير وما لقاش حل لكي يعني يرجعكم في حياته أو يعمل خطوة من ناحيتكم. طب إيه هو يعني إيه هو السبب الحقيقي للانفصال بتاعكم؟ إيه هو السبب الحقيقي للانفصال بتاعكم؟ علاقة ثلاثية هنا زي ما قلت لكم، أنا بتكلم وخرج الكارت بتاع العلاقات الثلاثية. يا إما أنت مع رجل متزوج، استغفر الله، وأنت الزوجة التانية أو أنت الزوجة الأولى، الطرف الثالث هو اللي كان لي يعني زي ما نشوف هنا باد هيلث، يعني صحة مش كويسة، يعني مرض العلاقة اللي كانت ما بينك وبينه، تدخل طرف ثالث فورس بيرسون كانت بتوهمه انه يعني هي اللي كانت سبب الانفصال بتاعكم، ربما كانت بتتكلم معاها بكلام ضدكم وكان بيسمع لهذا، يعني كان مدلها ودنه كده والاذن بتاعه بيسمع لها كتير، وربما يعني تدخلت باشياء يا اما سحر يا اما حاجات اخرى، فهي السبب الرئيسي في الانفصال بتاعكم. يعني يا اما زوجة تانية يا اما زوجة اولى يا اما عشيقة يا اما الام، يعني هنا في طرف ثالث تدخل في العلاقة زي ما نشوف هنا. طب ازاي هتقدروا ازاي لازم تتصرفوا انتوا؟ ازاي لازم تتصرفوا انتوا؟ يعني في حالة الرجوع انتم ما ترجعوش، استنوه هو يرجع ليكم بس بشروط. لو رجع الانسان او الانسانة دي رجعت لحياتكم ارجعوا بس بشروط، كور هاوس يعني محكمة. يعني انت لو كنت عشيقة وهو متجوز ورجع لك عشان تقعد يعني ترجعوا للعلاقة اللي كنتم فيها مع بعض، خاصة جاء رقم اتنين واحنا دلوقتي شهر التاني من 2021 اللي هي هنا، فقولي له لأ هرجع لك على شرط نتجوز، المحكمة كور هاوس يعني العدالة، خدي حقك منه. لو كنتم متطلقين عاوزة ترجعي فكري كويس، لأن المحكمة هنا بتقول لك فكري كويس وخدي شروطك واعرفي يعني تذكري اللي حصل من قبل ما تاخدي يعني تاخدي القرار للرجوع. حتى أنت إذا كنت متجوز يعني أو عاوز ترجعها عشان تتجوز معاها وعاوزها يعني عارف إنها هتقول لك اتجوزني أو عاوز ترجع زوجتك، فبادر أنت الأول اللي بيتفرج الفيديو ده، بادر أنت الأول في إنك يعني يعني تقول لها إنك عاوز ترجع العلاقة زي ما كانت أو تدخل معها في علاقة جواز، ترسم علاقتك معها. هل سيعمل خطوة الطرف الثاني من ناحيتكم في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله؟ هل حيعمل خطوة في الثلاث أشهر القادمة من ناحيتكم؟ نعم، هايك أونر يعني بيقولوا إيه زي العربية يعني تقدير الكبير، يعني فيه في اتصال ان شاء الله هيتصل بيكم يا اما برساله يا اما باتصال هاتفي يا اما هتتلاقوا بصدفه. ثلاث احتمالات دول، يا اما رساله يا اما مكالمه هاتفيه يا اما هتتلاقوا في صدفه في مكان عام او في مناسبه من المناسبات العائليه. هيعمل خطوه ان شاء الله يا اما في نهايه الشهر الثاني، يعني نهاية شهر فبراير أو نهاية الشهر الثالث، يعني فبراير مارس أبريل، يعني ثلاث أشهر كده، فبراير مارس أبريل يعني نهاية شهر أبريل إن شاء الله إذا كتب ربنا
سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم هنا برج العذراء خرج مرتين، هنا برج الثور، برج الحمل، برج الجدي والقوس، برج الميزان، تقريبا كل الأبراج هنا، برج الجوزاء. الجوزاء خرج مرتين هنا، عفوا. برج الحمل كمان مرتين. دي هي الطاقة اللي والأبراج اللي ظهرت في الكتاب القراءة هنا، فما تاخدوش يعني من إذا ما وجدتوش البرج بتاعكم فما هو الشرط، يعني دي قراءة عامة، شوفوا يعني إذا كانت طبقت عليكم القراءة دي ولا لا. هنشوف دلوقتي نصيحة الملائكة ليكم، وما تنسوناش يا جماعة الخير إذا كنتم لأول مرة تشاهدوا الفيديو بتاعنا، ساعدونا يعني بالاشتراك والقرع على الجرس وعمل لايكات وتعليقات، تحطونا فيها المواضيع اللي انتم عاوزين نتطرق ليها المرة الجاية، لكوننا فقدنا القناة بتاعنا يعني اللي كان فيها أكثر من 21,000 مشترك، يعني ضاع تعب السنة بأكملها. فساعدونا من فضلكم بالاشتراك في القناة والقرع على الجرس، وكمان يعني حطوا التعليقات على المواضيع اللي تهمكم عشان نحط لكم الموضوع يعني المواضيع دي في فيديوهات في المستقبل إن شاء الله. طب إيه هي نصيحة الكروت هنا؟ الملائكة هتقول لكم إيه؟ أول نصيحة لتخفيك، يعني المسار. الكارت الثاني لو بونور، السعادة. والكارت الثالث لا فامي، العائلة. يعني شوفوا سبحان الله ثلاث كروت متتالية وبتحكي يعني حكاية. لو تخافيك يعني هنا اختاروا الطريق الصح عشان تقدروا تسمو في حياتكم. فكروا كويس في الرجوع قبل ما تقولوا فكروا كويس، عشان لو فكرتوا كويس هتسمو زي ما نشوف الأجنحة دول، هتسمو في أعالي في السماء وهتسترجعوا حقوقكم، وربنا هيديلكم السعادة اللي انتم مستنيينها والدفء والاستقرار في العيلة، يعني في عيلة يعني كويسة، وترسيم علاقة وكل حاجة يعني هتكون زي ما انتم عاوزين، ودعواتكم مستجابة من عند ربنا، بس على شرط إذا كنتم إذا أحسنتم الاختيار أو التفكير في استرجاع حقوقكم. زي ما نشوف هنا خوضة المحارب، يعني أنتم مريتوا بأزمة عاطفية يعني أحزنتكم وأتعبتكم وأرهقتكم كتير، فما تكونوش محاربين مسالمين. المحارب لما يحارب يحارب علشان يوصل لهدف، فما تنسوش كل الأذى اللي تأذيتوا بيه وترجعوا بدون شروط وبدون تفكير وبدون أي حاجة، لأ، اسموا في تفكيركم وعوضوا المجهود اللي بذلتوه من قبل، واختاروا صح لأن ربنا هيكافئكم بالحاجات اللي انتم مستنيينها، وتحصلكم على يعني لم شمل أو استقرار في علاقة مرسمة. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة الأولى، هنمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية. اللي اختاروا الوردة الزرقاء دي، أول حرف من اسم الشريك أو الشريكة، ياء ثاء ميم باء دال كاف واو وراء وفاء وحاء. هنشوف بكروت تارو دو مارساي طاقة العلاقة ما بينكم الحالية. طاقة العلاقة الحالية، لا حول الله، يعني هنقول ايه ولا نخلي ايه؟ هنا لغوا دي بي يعني ملك السيوف، وهنا العشر سيوف. انتم في علاقة يعني طاقة العلاقة دي فيها أذى كتير، اتأذيتوا كتير وتستنوا عدالة ربنا تنزل يعني من عند ربنا،
ارهقكم الانتظار، البعض مش عاوز رجوع، عاوز رجوع را كارما، مش عاوز رجوع الانسان ده والانسانه دي، عاوز يعرف يعني ايه اللي حصل للانسان ده او الانسانه دي. وانتي او انت دخلت الفيديو ده من اصحاب اللي يعني الطرف التاني بتاعكم اول حرف من اسمه، دخلتوا الفيديو ده مش عشان تعرفوا اذا كان فيه رجوع، لا، عاوزين تعرفوا اذا كانت يعني الكارما رجعت على الانسان اللي ظلمكم. دي طاقة القراءة يعني العلاقة بتاعتكم. يعني شوفوا يعني 10 سيوف، 7 سيوف، شوفوا يعني الدمار اللي حصل في القراءة دي، 9 سيوف، 9، 7، و10 سيوف. يعني ناس انظلمت كتير في العلاقة دي، ربما البعض منكم خدع في علاقة، البعض منكم خدع في علاقة. كارت برج العذراء، يعني انتوا بتستنوا من منذ مدة كارما ترجع على الانسان ده اللي ظلمكم، اللي اوهمكم بالحب وخدع وغدركم وخدعكم. ربما البعض اتجوز معاه زواج عرفي وبعدين اختفى من حياتك، ربما انت حامل دلوقتي، او يعني حتى ولو ما تجوزتوش عرفي البعض منكم يعني حامل بدون جواز، وعشان كده بنشوف يعني الأذية الكتيرة دي اللي في العلاقة هنا. دي للبعض منكم يعني تقريبا، مش الكل بما أنها قراءة عامة، فخذوا الحاجة اللي تنطبق عليكم ويعني سيبوا الحاجة التانية. دي كطاقة عامة، لأن في بعض الناس المشاهدين اللي عندهم الألم ده، اللي تأذوا كتير من الإنسان ده والإنسانة دي، وراحوا سابهم كده في يعني وضعية لا يحمد لها، يعني لا يشكر لها. ف ربنا إن شاء الله يكون معاكم. طاقتهم وصلت للكروت يعني، وأنا باخد طاقة الكروت من التعليقات اللي بيسيبوها في الفيديوهات اللي بنزلها على القناة، وغالبا يعني إذا الـ4 نقود. البعض منكم هنا ستات أو رجالة، انتم في علاقة رباعية مش ثلاثية، سبحان الله السيوف تخرج كده. انتم في علاقة رباعية، انتم في علاقة رباعية. البعض منكم الرجل متزوج والست متجوزة، وانتم في الاتنين مع بعض، انت سايب مراتك وهي سايبة جوزها، وبتتلاقوا خفية مرة على مرة، ودلوقتي عايشين في علاقة صعبة ومش عارفين هتعملوا ايه. دي يعني الكروت اللي سقطت لكم انتم اللي عايشين في علاقة رباعية، فخذوا حذركم، لان فيه ناس يعني هتتكلم عليكم او شافتكم لما كنتم مع بعض، هيكون فيه بعض المشاكل، فردوا بالكم يعني هيكون فيه بعض العراقيل قدامكم، ربما هتتكشف العلاقة بتاعتكم، خاصة من طرفك انت الرجل اللي بيتفرج، او اذا كنت انت الست المتجوزة اللي بتمشي يعني عندك علاقة مع رجل متزوج، فزوجته هتعرف بعلاقتك معاه وهتتفتح الحالة وهتكبر المشكلة، فردي بالك في العلاقة دي. ما أنا كروت سقطت يعني شرحت الرسالة اللي كانت حتيجي مع الكروت دي. هنبدأ مباشرة بموضوع الفيديو ده، ليه الطرف التاني مش عاوز يعمل خطوة من ناحيتكم؟ طاقة الفيديو ده يعني طاقته 3 أشهر كده، من هنا يعني فبراير أبريل، فبراير مارس أبريل، يعني لحد شهر أبريل. إذا حتى ولو شاهدتوا الفيديو ده يعني بعد التاريخ ده اللي نزل فيه الفيديو، فطاقة القراءة دي 3 أشهر من وقت ما شاهدت الفيديو، 3 أشهر. علي العالم، إيه هو تفكيره من ناحيتكم؟ كارت جوج مالتي، في برج الحوت، في طاقة برج العقرب، برج القوس، طاقة برج القوس، برج الميزان كمان طاقتهم هنا.
ازاي بفكر فيك دلوقتي؟ يعني تفكيره من ناحيتك او تفكيرها من ناحيتك. هو دلوقتي بيفكر على انه يعرف اخبارك، ربما بتعملوا انتوا الاتنين تخاطر ما بينكم، في نوع من التخاطر ما بينكم، وهو شايفك او شايفك، يعني هو للستات اللي بتتفرج، الطرف الثاني ده شايفك كإنسانة أنيقة وجميلة وقضية، يعني واتظلمتي في العلاقة بتاعت يعني بتاعتكم، رغم أنكم كنتم في علاقة يعني أوني وأوف، توأم شعلاء، غالبا كنتم في علاقة ثلاثية، فتدخل طرف ثالث، برج العقرب، برج الميزان في العلاقة هنا، إذا كنتم أنتم برج الحوت وهو برج القوس، فهنا يعني هو دلوقتي تفكيره انه مشاعره بدأت يعني تفيد من ضرو جديد، تحيا من ضرو جديد، بس هو حاير ما بين الأذى اللي أذاكم بيه ما بين مشاعره ما بين الطرف الثالث، وهو دلوقتي بيتجسس عليكم وعاوز يعرف أخباركم. فغالبا زي ما قلت لكم في الاول، انتم عندكم طاقه تخاطر ما بينكم، في واحد فيكم بيعمل تخاطر، او انتم الاثنين، غالبا انتم الاثنين بتعملوا تخاطر. طب عادي العادي، غالبا هو ما بينامش الليل الايام دي، ما بينامش الليل، بيسهر كتير ومش قادر ينام من كتر التفكير في فيكم وفي المشاكل اللي حصلت ما بينكم اللي ادت للانفصال. طبعا العهد، لأنه هو بيفكر فيكم كده، إزاي شايفكم دلوقتي؟ نظرته من ناحيتكم إزاي هي؟ يعني إزاي شايفكم؟ شايفكم إنكم ناس ذات، ناس بتاعت ثقة يعني، أمناء على الأمانة اللي يعني بيحطوها عندكم، ناس أوفياء، وعندكم يعني ناس عادلين أوفياء، وبتحتفظوا يعني لما تحبوا إنسان بتحبوه من كل قلبكم وبتضحوا عشان الإنسان ده. شايفكم ناس محبوبين قدام الناس، يعني عندكم جاذبية، عندكم جاذبية وأناقة، يعني ما فيش حد تمر قدامه وما بيبصلكمش، عندكم روحانيات عالية رغم كل الحاجات اللي اتأذيتوا منها، طاقة العشر سيوف زي ما خرجت في الطاقة العامة، يعني رغم كل الأذى اللي اتأذيتوه فبقيتم يعني زي الملكة كده، زي الأميرة، حافظتوا على الأنوثة بتاعتكم، على الجمال بتاعكم، على العلاقة بتاعتكم، الرشاقة بتاعتكم، حتى الكلام بتاعكم يعني موزون، بس غالبا البعض المقربين ليكم بيقولوا لكم انكم يعني لما بيبصوا لعينيكم بيشوفوا الحزن اللي في قلبكم، ربما في حد من المقربين قال لكم كده، قال لكم رغم الجمال والأناقة اللي عندكم، رغم يعني انكم تتظاهرون انكم كويسين، بس حاملين الأذى اللي في قلبكم، ويظهر كل ده على نظرات عينيكم، وده يعني هو شايفكم يعني كده، شايفكم ناس ذات مسؤولية، ناس رغم الأذى والمشاكل يعني عندكم طاقة إلهية روحية، طاقة جسم يعني جسدية تفكيرية فكرية، بتساعدكم على انكم تتخطون كل المشاكل بسلاسة بأناقة. دي الحاجة يعني هو كده شايفكم، وشايف انكم احسن من الطرف التاني ده اللي دخل ما بينكم، زي ما قلنا يعني في التفكير بتاعه، نظرته انكم احسن من الطرف الثاني، وهو لم يحسن الاختيار واخرجكم انتم من حياته. طب عالي العال، هنسأل سؤال اخر. طب ما انه في كل ده، ايه هو سبب الانفصال بتاعكم؟ ايه اللي كان السبب في الانفصال بتاعكم؟ سبحان الله، علاقة ثلاثية، الأيس أوف يعني وونز،
واضحة واضحة وضوح الشمس يعني سبب الانفصال. يعني الطرف الثاني كان نسوانجي، وإذا كنت أنت رجل هي كانت سايرة على حل شعرها زي ما بيقولوا كده، زي المجنون كده لما يكون عاوز يتحرر من كل القيود وعايش حياته يعني ملخبط، يعني عاوز ينتصر في كل حاجة زي ما نشوف هنا، عاوز ينتصر، عاوز حياته، عاوز سعادته، عاوز أي حاجة هو عاوزها يتحصل عليها، يعني ما عندوش مشكلة، ما عندوش إشكال، هو دايما بالمرصاد يعني زي ما نقوله كده، ودايما متعدد العلاقات، دايما متعدد العلاقات. دي هي اللي يعني سبب الانفصال بتاعكم. الانسان ده الطرف الثاني ده بتاعكم انسان اناني نرجسي متكبر ومتعجرف، وكان بيفكر الا في نفسه، فعشان كده هو دلوقتي لما زي ما نقول احنا الواحد لما يفقد الحاجه يعرف قيمتها، فهو لما فقدكم عارف قيمتكم. فسبب الانفصال يعني تعدد العلاقات بتوعه، او اذا كنت انت رجل تعدد العلاقات اللي كانت عند يعني داخله فيها هي بغرض يعني انها يعني بروفيتاج، يعني يعني مش علاقة حب بس، هي زي ما يقولوا يعني عارفة انكم لقيتوا الكلمة انا ما لقيتهاش يعني باللغة العربية، واعتذر لان يعني كلامي كله بالفرنساوي وعملي الاصلي يعني بالفرنساوي، فيتعذر لي بعض الاحيان اني اجد الكلمة اللي بتعبر اللي بتقوله القرود. يعني هي إنسانة، إذا كنت أنت رجل الإنسانة دي بتدخل علاقات كده عشان تستفيد من حاجات، يعني من حاجات مادية بس مش همها الحب. طب دلوقتي إزاي تتصرفوا أنتم؟ إزاي لازم تتصرفوا؟ لازم تكون عندكم الحكمة، لازم عندكم الحكمة، تكون عندكم الحكمة، وتكون عندكم كمان انكم تركزوا في حياتكم في الحاجات اللي تهم حياتكم، مش شرط يعني هنا لازم تكون عندكم الحكمة، هنا التركيز في العمل ويعني فكروا كويس الحاجات الكويسة اللي انتم بتستحقوها في العلاقة بتاعتكم، سواء مع الانسان ده او الانسانة دي او مع انسان اخر. كونوا عقلاء وحكماء في التفكير واخذ القرارات بتاعكم، لانه هو الظاهر هيرجع، لما يرجع يعني حاولوا انكم ما تقبلوش من الاول، فكروا كويس، فكروا كويس وبحكمة، لان الانسان ده حيعيد الكرة، يعني لما ترجعوا حيعيد الكرة زي ما نشوف هنا، وحيرغمكم للبعض منكم، حيرغمكم على انكم تقبلوا علاقة هو فيها دلوقتي، اما هو متزوج وعدكم انه يطلق مراته وخذل الوعد بتاعه، خذلكم انتم، فردوا بالكم هو مش هيطلق الناس اللي هي كانت مع رجل متزوج، فكوني حكيمة في التفكير بتاعك في القرارات بتوعك، لان الانسان ده حيرجع يعني حل شعره زي ما كان من قبل لو رجعتي معاه. اوكي، طب هل هيعمل خطوة في الثلاث أشهر القادمة إن شاء الله؟ هل سيعمل خطوة في الثلاث أشهر القادمة؟ زي ما قلت لك يعني هو هيحاول بس في كارما هترجع عليه، في محكمة هنا، في عدالة هترجع عليه. هو هيدخل في تفكير عميق لأن في كارما هترجع عليه، وفيه كمان استنوا شوفوا يعني المحكمة هنا والمحكمة هنا، في عدالة هترجع عليه، في كارما هترجع عليه زي ما قلنا هنا في الأول، في كارما هترجع عليه،
عشان كده حيعمل خطوة من ناحيتكم زي ما قلنا هنا عشان يطلب الرجوع منكم. ففكروا كويس زي ما قالوا الكروت هنا، كونوا حكماء، ويعني في الكارت ده كونوا حكماء وميزوا كويس الحاجة اللي هي كويسة ليكم، لأن الإنسان ده حيرجع زي ما كان من قبل مهما كانت الكارما اللي حترجع عليه، لأنه هو ما ياخدش دروس من الحاجات اللي تحصل له. الأبراج اللي هنا تقريبا كلها أو برج الدلو، كارت برج الدلو، برج الحوت، القوس، العقرب، الميزان، كمان برج الجدي، برج السرطان، برج الميزان خرج مرتين، برج العذراء اللي خرج في الطاقة العامة. هنشوف دلوقتي نصيحة الملائكة هتقول لكم ايه. ما تنسوناش يا جماعة الخير انكم تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا في القناة، دعمونا من فضلكم، لان القناة بتاعنا الرئيسية سرقت، كان فيها اكتر من 21,000 مشترك، فادعمونا من فضلكم بالاشتراك، يعني انتم مش هتخسروا حاجة لما تشتركوا كده. فاشتركوا من فضلكم، اعملوا لايكات، واعملوا لنا في التعليقات المواضيع اللي انتوا عاوزيننا نعملها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. يلا نصيحة الملائكة ليكم هتقول ايه. لاموغ، الحب، كارت الحب، لوغوسكوب لا ناتيفيتي، لا فورتون. انتم ناس روحانيين وعندكم طاقة روحانية عالية جدا جدا جدا. البعض منكم ربما اصحاب القراءة دي، انتم اللي بتتفرجوا سواء رجل او امرأة، البعض منكم مش كلكم، من كتر الطاقة الروحانية اللي عندكم انتم مكتوب ليكم انكم تصبحوا زي كده، تعملوا قراءات عمل يعني بالكروت، تقرأوا الكروت المغربية أو الكروت التارو، عندكم حكمة في ذلك، الروحانيات بتاعكم بتقدر يعني لو تعرفوا ازاي تتعاملوا معاهم تقدروا تقرأوا تارو زي كده. عندكم روحانيات تساعدكم على انكم تخرجوا من الحالة اللي انتم فيها دلوقتي علشان تختاروا صح، يعني مهما كانت الأشياء اللي حصلت لكم. كارت برج الحوت زي ما نشوف هنا، يعني ووش الست هنا في القمر ده، مش عارفة يعني شايفينه اهو، يعني وده زي ما نقول احنا لانفورتون، مهما كان الانسان سواء سنه او فقير او غير مثقف او غير دارس في الجامعات او حاجة زي كده، فعنده حاجة احسن من دي. عندكم الروحانيات، عندكم تفكير كويس، عندكم رزانة في اخذ القرار بتاعكم، عندكم طريقة الحياة بتاعكم مش غريبة، استثنائية. ليه؟ لأن الكارت ده غالبا اللي عمل الكروت دي بتاعت النصائح للملائكة رمز للشيخ ده تقريبا بيشبهه بأينشتاين، يعني بتعرفوا يعني أينشتاين العالم في الرياضيات وكل حاجة. فأينشتاين زي ما نعرف التاريخ بتاعه يعني هو رسب في البكالوريوس 7 مرات، لأنهم لقوا إنه كل مرة يعني بيحط النتيجة بتاعت المعادلة صحيحة، بس استعمل طريقة غير الطرق اللي بيدرسوا بها آنذاك، فكان يعني أكثر ذكاء من الآخرين، رغم أنه شعره كان مشركف كده ومش لابس كويس كل حاجة. فيعني شوفوا تفكيره وصلوا فين. أنتم كده، أنتم عندكم من يعني من ساعة الميلاد والميلادة بتاعتكم، ساعة الميلاد بتاعكم لوغوسكوب دو لا ناتيفيتي، يعني التوقعات الميلادية بتاعتكم، الخريطة الفلكية بتاعتكم، من وقت الميلاد بتاعكم عندكم روحانيات عالية بتساعدكم على انكم تحققوا كل حاجة عاوزينها، بس الروحانيات بتاعكم انتم عاوزين يساعدوكم على انكم تتلاقوا مع الطرف الثاني بتاعكم، مش ده، هم عاوزين يلحقوكم للانسان اللي بيستاهلكم او الانسان اللي بتستاهلكم صح، لانهم عارفين الانسان او الانسانة دي موجودة أو موجود، عاوزين يطيروا بيكم كده عشان تتلاقوا معاها.
فحاولوا تسمعوا للروحانيات بتاعتكم عشان توصلوا للحاجة اللي انتم عاوزينها ان شاء الله، وربنا يقوي ايمانكم ويساعدكم. الى هنا وصلنا نهاية القراءة الثانية، هنكمل مع القراءة الثالثة دلوقتي. اللي اختاروا الوردة البيضاء دي او اللي اختاروا كروت مادموزيل لنورمان او اول حرف من اسم الشريك بالاحرف دي، عفوا، هنشوف اولا طاقة العلاقة بتاعتكم حاليا. اعتذر عن الضوضاء دي، فالجيران بيرمموا في بيتهم، والناس اللي معتادين بينا يعني المشتركين القدامى اللي لحقوا بينا في القناة دي الجديدة عارفين اني دلوقتي مش في بيتي، في بيت الوالدة الله يرحمها. فارجو من كل واحد شاف الفيديو ده يترحم عليها وعلى كل الامهات يعني المتوفيين، وعلى كل المتوفيين يعني مسلمين كانوا او غير مسلمين، فانا لك لائكيات في التفكير يعني كل احتراماتي. وصلوا على النبي حتى ولو ما كنتوش عاوزين تشتركوا، صلوا على النبي في التعليق، فربنا هيفتح لكم بيبان ان شاء الله. ادعمونا من فضلكم بالاشتراك واللايك والشير والقرعة على الجرس، هتستفيدوا كتير من في القناة دي ان شاء الله. طاقة العلاقة بتاعتكم غالبا في تباعد ما بينكم، في فرق حاجة، في فرق ما بينكم، لأن نشوف كده في فرق سن أو فرق في مكان الإقامة أو فرق في التعقيدة وفي التفكير أو في الدراسة. كانت في العلاقة كويسة ما بينكم من قبل، بس حصل حاجة، أنتم عندكم حاسة سادسة يعني اتفتحت لكم العين التالتة واكتشفتم حاجة في العلاقة دي أدت إلى وجود برودة في العلاقة أو انفصال في العلاقة، وطالت الانفصال ده أو طالت برودة دي في العلاقة، وأنتم دلوقتي مش عارفين إذا كنتم حتى تخرجوا من العلاقة، يعني تستنوا الإنسان ده يرجع ولا تخرجوا منها، تقعدوا مستنين أو تخرجوا منها، لأن طال الوقت وانتم بتستنوا الإنسان ده يرجع فما فيش حاجة. غالبا فيه طاقة مراقبة هنا، غالبا الإنسان ده الطرف الثاني سواء امرأة أو رجل، إذا كنت رجل أو امرأة بتتفرج على الفيديو، في طاقة مراقبة هنا، انتم مراقبين في مواقع التواصل الاجتماعي حتى وإذا كنتوا يعني بتشتغلوا مع بعض في شركة واحدة أو كنتوا جيران كده، ف هو بيراقبكم او هي بتراقبكم. طب عالي العال، اول سؤال هنطرحه، ايه هي افكاره من ناحيتكم؟ ازاي هي افكاره من ناحيتكم؟ افكاره من ناحيتكم معذرة عن الضوضاء دي، زي ما قلت لكم في كيران بيشتغلوا ترميم في بيتهم. غالبا هو أفكاره من ناحيتكم دلوقتي بيفتكر كلامكم لما كنتم بتقولوا له إنه في طاقة سحر في العلاقة بتاعتكم. غالبا الإنسان ده إنسان ثنائي القطب، الناس اللي ما بتعرفش ثنائي القطب مش نرجسي، ثنائي القطب هو إنسان بتتغير شخصيته يعني حالته النفسية 180 درجة كده كل وقت، مرة تشوفه كويس يخرج يرجع مش كويس، يعني حالته النفسية بتتغير. ادخلوا على جوجل أو جوجل زي ما بتنطقوها أنتم وحطوا يعني مرض ثنائي القطب، هتفهموا يعني ايه هي الشخصية دي. فالناس كتير بتخلط ما بين النرجسي، دايما بيتكلموا لكم على النرجسية النرجسية، فما فيش الا مرض النرجسية، فالثنائي القطب مش زي النرجسي، حالة اخرى. فزي ما قلت لكم هو الانسان ده دلوقتي بتنتابوا كده نوبات تفكير على الكلام اللي كنتم بتقولوا له، على انه في طرف ثالث تدخل بسحر عشان يفرقكم ونجح في ذلك. فهو دلوقتي بيفكر على انه يعني تفكيره من ناحيتكم على انه يتواصل معاكم عشان تعيدون الكلام معاه في الحاجات اللي انتم اكتشفتوها زي ما شفنا في الطاقات العلاقه بتاعتكم. عاوز يتصل بيكم عشان يعرف حاجات انتم قلتوها له بس نسي نص منها،
فعاوز يتأكد من كلامكم انتم ويخرج بنتيجة من الكلام اللي انتم قلته له. اوكي طب ازاي شايفكم دلوقتي؟ منطقة الرجالة هنا اللي بيتفرجوا في الفيديو. هو شايف نفسه انه كانت بارد في تصرفاته معاكم انتم، يعني انت هنا وهو هنا. هو حاسس انه كان بارد في علاقته معاكي، ما كانش يعني بيديكي الحنان والحب الكافي. شايف انك انت كنت انسانة غامضة، ما كنتش بتحكي له كل حاجات. انت بتصرفاتك دفعتي على انه يشك انك انت اللي عملتي سحر او عملتي حاجة او تصرفتي بالخطأ. وللرجالة بيتفرجوا هنا، هي شايفة انها يعني انت زي الستات، يعني انت ما كنتش قد المسؤولية في علاقتك معاها. ويعني بتكلم دلوقتي الرجالة بيتفرجوا الفيديو، يعني في رجالة كمان يتفرجوا الفيديو. يعني هي بتشوفك انت ما كنتش قد المسؤولية، قد يعني قد العلاقة اللي كنتم فيها. فهي قررت على انها تقابلك ببرودة، تقابلك بتكبر، تنسحب من العلاقة عشان تدخلك في دوامة التفكير والاشتياق عشان ترجع لها. كده هي يعني شايفتك دلوقتي انك انسان ما كنتش قد المسؤولية، فعشان كده هي تصرفت معك كده. طب ايه هي حالتهم النفسية دلوقتي؟ الحالة النفسية بتاعتهم ايه هي دلوقتي؟ بتاع الطرف التاني. زي ما قلت لكم حيرة، وسوسة، مش عارف يعمل ايه في الانعزال ده اللي انت عزلتي نفسك فيه. عاوز يتصل، حالته النفسية هو دلوقتي زي ما نقول احنا عنده وسوسة، مرض ثنائي القطب ده مش مخليه يعني يستقر في تفكير واحد. فهو دلوقتي جايلك بس بالحذر، حذر يعني مش عارف يعمل ايه. عاوز يتصل بيكي في اقرب وقت ممكن عشان يخبركي ان الكلام بتاعك زي ما قلنا احنا. نشوف الكارت ده ماسكه الست دي، ماسكه الرساله دي في ايدها، والقوس قزح زي ما نعرفه احنا، عشان كده قلت لكم في اقرب وقت قوس قزح. احنا بنشوفوه يعني بيظهر بعد ما تظهر الشمس بعد هطول المطر، بس بيختفي فجأة يعني ما يطولش في المدة. فعشان كده اللي كتب يعني صمم الكروت دي عمل قوس قزح ده ليشير على ان مدة التنقل قصيرة، يعني هو بيفكر على انه يرسلك او يجيلك في مدة معينة، يعني في مدة قصيرة. بس هو حاضر عشان انت انسانة مبهمة، انت انسانة مبهمة يعني عزلت نفسك ومش عارف يعمل ايه عشان يعرف ازاي بتفكري دلوقتي او ايه هي وجهة نظرك عشان يقدر يتقدم في القرار اللي اخده من قبل على انه يعني يخرج بنتيجة. يا اما تخرج يعني ترجعوا مع بعض، يا اما تكملوا يعني بصداقة، يعني علاقة صداقة وبس. طبعا ايه هو السبب الحقيقي في الانفصال دلوقتي؟ هنا في برج الحمل، برج الثور، برج العذراء، برج الجدي، عقرب وسرطان. في برج الجوزاء وبرج الدلو. في برج الحوت كمان. طب السبب الحقيقي، زي ما قلت هنا في طاقة سحر رهيبة هنا جت على 3 مرات، ويعني شوفوا طاقة نارية، النجمة في السماء، يعني فيه سحر علوي عمل ناري، سحر علوي يعني علوي وناري، وكمان
بتعويذات خطيرة عمل ورمي في مكان فيه ماء، يعني يا إما نهر يا إما بحر يا إما مجاري يعني المياه القذرة، عشان يفرقوا يعني سحر تفريق عشان يفرقوا ما بينكم. زي ما نشوف كده الكروت عشان تبقى تظهر لكم في الشاشة. طاقة نارية، سحر علوي، كتب بتعويذات يعني دقيقة في أوقات دقيقة ومميزة، ورمي في البحر أو مكان فيه ماء يعني يتسرب، ماء يمشي، يا إما نهر يا إما بحر يا إما مجاري المياه الوسخة كده، عشان يفرقوا ما بينكم، خاصة الناس المتجوزين. اللي هي مش متجوزة ده مش سحر تفريق، ده سحر عدم الجواز، الربط عن الجواز، يعني اللي يشوفك حاجة قذرة. طاقة نارية، ابتعاد، الرمي في المجاري المائية يعني حاجة قذرة. البحر فيه أمواج رد يعني مد وجزر، يعني ذهاب وإياب، مفيش حد بحاجة مستقرة. ده هو السبب الحقيقي في أصحاب العلاقة، يعني القراءة دي أو الاختيار الثالث ده. أعتذر عن الصوت ده مرة ثالثة. طب إزاي لازم تتصرفوا أنتم؟ طب قبل ما إزاي هتتصرفوا، هل حيعمل خطوة من ناحيتكم؟ أو هتعمل خطوة من ناحيتكم؟ قلت لكم في المراقبة، هو ما أخدش القرار دلوقتي بس فيه بمراقبة، هو بيراقبكم وعاوز يخرج من القلق، يعني من الوسوسة اللي هو فيها دي. عاوز يخرج من زي ما نشوف هنا، هو انتم مراقبين، عاوز يخرج من المرحلة العتمة دي اللي انتم فيها دلوقتي إلى حاجة كويسة، وتنتقلوا مع بعض إلى علاقة أخرى، يعني علاقة تكون أحسن من اللي كنتم فيها، وتستقروا يا إما في ترسيم علاقة يا إما في رجوع إلى بيت الزوجية. بس ده يعني لحد دلوقتي مش عاوز يصرح بيه، أعتذر عن الصوت، فمش عاوز يصرح بيه، وبيفكر بس مش عاوز يصرح بيه. اوكي، طب ازاي لازم تتصرفوا في الحالة دي؟ طاقة روحانية، شوفوا يعني كل حاجة واضحة هنا. الناس اللي هي مش متجوزة وكنت في علاقة مع رجل عشان تتجوزي، أو كنت بتحبيه في علاقة حب وكل حاجة، وعمل لك السحر ده، سحر ربط عن الجواز، حاولي تنزعي السحر ده اللي عندك وتنظفي الطاقة الداخلية بتاعتك، انزعي السحر ده، مش انت لوحدك تنزعيه. يعني لما أنا بحير يعني بحتار لما أشوف في التعليقات، طب أنا هنزعه ازاي؟ يعني مش انت اللي تنزعي، لا يعني اقصدي ناس بتنزعي السحر، انا بنزع السحر، ما اقولكيش كده عشان تيجي لعندي، اختاري انت عند مين عاوزه تنزعيه، بس ما تغامروش بحياتكم، تدخلوا على فيديوهات على اليوتيوب وتاخدوا وصفات كده زي ما كانت وصفات كيكه. السحر الاسود حاجه مش كويسه، حاجه يعني دمرت لكم حياتكم، ازاي هيسيبكم المس اللي جاب السحر ليكم انكم تعالجوا نفسكم بنفسكم؟ وازاي هتعرفوا الاعشاب اللي لازم تستعملوها في نزع في السحر والحاجات دي؟ يعني كونوا شوية عقلاء يعني، وبكل احتراماتي. فنضفوا الطاقة بتاعتكم من السحر اللي عندكم عشان تتجوزوا، عشان ترجعوا لبيوتكم ويكون عندكم حظ على ان حياتكم تكون يعني احسن من اللي كانت عليه، وتتحصلوا على المال والاعمال وكل حاجة تتحسن في حياتكم. فسحر التعطيل ده يعني التفريق ده اللي حصل ما بينكم والناس اللي هي مش متجوزة، سحر الربط عن الجواز عطلكم على كل حاجة، يعني ورقة الحظ مفيش. لو تنزعوا وتنظفوا الطاقة بتاعتكم، شوفوا يعني ورقة الحظ في الحب، ورقة الحظ في المال والأعمال، دي الحاجة اللي لازم تعملوها يعني انتم. طب عالي العال، ايه هي في برج الحوت وبرج الدلو كمان، ايه الحاجة اللي بتنصحكم بها يعني ملائكة كروت الملائكة؟ عفوا، ما تنسوناش يا جماعة الخير بدعم القناة، بما ان القناة بتاعنا الرئيسية سرقت، عفوا، وفي يعني وعندنا مشتركين قدامى لحقوا معانا للقناة الجديدة دي،
فساعدونا على اننا يعني نعلي عدد المشتركين عشان نقدر نعمل لكم لايفات للاجابه مجانا على اسئلتكم، ونحط منشورات كمان للاجابه على اسئلتكم عشان يكون عندكم اكثر حظ للاجابه عليكم. فبدون يعني مشتركين اكثر من 1000 مشترك او 4000 ساعه مشاهده مش هنقدر نعمل لايفات، لانه يوتيوب يرفض ذلك، وده قانون من عند اليوتيوب مش من عندنا. فادعمونا من فضلكم، انتم مش خاسرين حاجة لما هتشتركوا وتفعلوا الجرس، وحطونا في التعليقات يعني ايه المواضيع اللي عاوزين نعمل عليها فيديوهات القادمة ان شاء الله. واللي عاوز طبعا قراءة خاصة مفصلة ومدققة مدفوعة الثمن مسبقا، ما عليه الا الاتصال بنا عبر الايميل الموجود في صندوق الوصف تحت جميع الفيديوهات الموجودة في القناة الجديدة دي. فشكرا. نصيحة الملائكة لي بريزون، لي بريزون يعني الهدايا، الهدايا اللي حيديها لكم ربنا زي ما قلنا هنا، لما تنظفوا نفسكم من طاقة السحر اللي عندكم الهدية هي أن حيكون عندكم حظ، حيكون عندكم حظ في الحب، حظ كمان في المال والأعمال. فحاولوا نظفوا الطاقة بتاعتكم عشان ليتوال دولوم، يعني كارت الدلو الذكر بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو يعني لما تنظفوا ان شاء الله الحاجه دي، اللي هم مطلقين او منفصلين متزوجين منفصلين، ربنا هيجمعكم مع بعض. لا فامي، كارت العائله يعني هترجعوا مع بعض، ربنا هيهديكم هيهدي لكم الهديه دي لما تنزعوا السحر ده، هيساعدكم على انكم يعني ترجعوا العيلة بتاعتكم. والناس اللي هم مش متزوجين ومنفصلين، فهنا بيقول لكم كروت الملائكة بتقول لكم حاولوا تنظفوا الطاقة بتاعتكم دي بتاع السحر ده، سواء ربط عن الجواز أو سحر التفريق، حاولوا تنزعوه عشان تقدروا تتحصلوا على الحاجات اللي كتبها لكم ربنا لأنها متوقفة بسبب السحر ده، وتعملوا ترسيم علاقة تتجوزوا وتتحصلوا على الإنسان والإنسانة اللي انتم متمنيينها من قبل من قلبكم، يعني فارس الأحلام بتاعكم أو أميرة الأحلام بتاعكم إن شاء الله. إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو ده، أقول لكم شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، ما تنسوناش ادعموا من فضلكم القناة، اشتركوا وفعلوا الجرس. شكرا لكم وإلى الملتقى، مع السلامة.